السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقة استثنائية من برنامج ايام الناس. احنا اليوم متواجدين تلبية لدعوة احدى العوائل لبرنامج ايام الناس، عائلة ام غايب وابو غايب اللي راح تتعرفون عن قصتهم خلال هاي الحلقة. ابو غايب وام غايب يعني كبار في السن، لا تقاعد لا رعاية لا راتب، لكن معاناة ما بعدها معاناة يعيشونها وعاشوها طوال الفترة الماضية والفترة الحالية، لكن بوجود الناس الخيرين، الناس الأصلاء، الناس ولد الخير، يعني نوعا ما حياتهم قدروا يساعدوهم ولو بجزء بسيط. احنا اليوم موجودين بمنزلهم اللي مثل ما جاي تشوفونه بالجزرة الوسطية، باني الغرفة أو هاي الغرفة سابقا كانت موكب، مكانهم بمدينة الصدر بين قطاع 42 وقطاع 45. خلينا نشوف العائلة الموجودين هنا، خليكم ويانا. يا الله، السلام عليكم. السلام. وغايب الله يسعدك. هلا مرحبا. شلونكم؟ شلونكم زينين؟ هلا مرحبا. شو اخبار؟ والله على الله. ماكو غير رحمة الله. رحمة الله موجودة من هل الطيبين، أهل الخير وأهل الكرم وأهل العطاء، بهم البركة. شلونك؟ الله يساعدك يما، فد واروح لك بعد قلب احم الله والديك يما، اعطاك العافيه. الله يرضى عليك يا ابني، احم الله والديك. نعم. احنا بدايه نوجه الشكر. نعم. السيد مسلم. والنعم. والنعم مسلم يعني هو مبادر. والطيبين. مبادر وخير. والنعم. هو اللي وجه لنا الدعوه. والنعم سيد مسلم. حقيقه اشكره. ونتشرف بكم الجميع. الله شاهد وحق الرسول محمد. أتم البركة وأتم الخير ويعطيكم طولة العمر، والله يحميكم من هاي الهاويات والتايهات، بجاه الزهراء وأولاده، بجاههم البنين وأولاده، بجاه أبو الحسن علي، بجاه زين العابدين، بجاههم البنين، يحميكم من كل مكروه ومن كل حاقد وكل حاسد، بجاه الزهراء وأولاده. تعرف أنا كنت قبل أشتغل. خلينا نسولف فيه. أنت يا مواليد بداية يا مواليد. ها؟ مواليد 47. قبل أشتغل والثالث بعرف الكبرى خذاني صفح. بعد ما أقدر أشتغل وأهل الخير موجودين ما قصروا. شنو تشتغل قبل؟ كنت أشتغل عامل. إيه. اي عامل بهذا الطابوق، انا والطابوق ما اقول لك، وهاي وتشبينتي والجوس هاي كنت قبل اشتغل به. بالبصره؟ اي بالبصره. ايش قد صار لك من جيت ببغداد؟ ولو خلينا هسه خلينا نسولف. نعم. بحياتك اللي بالبصره شلون كنت؟ بحياتي قلت لك كنت عامل، كنت اشتغل على حسب الاصول ومرتاح نفسيا، ها؟ بس شنو تعرف الوقت ضايقنا، وتعرف الانسان لا كبر ها وما عنده ولد ليعينه، يطاح مثل ما يريد نقول هالكلمة، ها طاح ما بيعين، بس رب العالمين اللي يعين وأهل البيت، ها والطيبين ما يخسرون، ما خسروا، بهم البركة ويطيهم العافية وطولة العمر، بجاه الحبيب محمد. المهم صار لي تقريبا من بداية كان المالكي ها هو بالحكم، أنا أجيت البغداد ذاك يوم وهذا يوم. وين أول ما جيت البغداد؟ وين قاعد؟ وين بسيد عيسى الجامع، ها عندهم سكنت هنا بيت واحد يقول له حج تبين بيت سوادي، هو ظلت عندهم تقريبا فترة، ها وجيت مؤجر؟ اي والله كنت أجر البيت، هم تعبان كل طايح، ايش قد 250 اي 250. اهل الخير ما خسروا، حتى وزارة الداخلية جابت لنا حصة. اي احكيك الواقعية. حصة قصدك تم مال التموينية؟ اي مال التموينية. جابوا لنا حتى وزارة الداخلية هم جابوا لنا حصة تموينية. وما خسروا. موجودة عندك الحصة؟ اي موجودة هناك، ناكل بيها. استلموها يعني؟ اي لا بعد قطعوا مرة واحدة جابوا لنا. انت مش وقت جيتوا هنا، هسه اللي جاي اشوفاني جزره وسطيه انتم قاعدين فيها. نعم. وهذا حسب علم المكان كان موكب غراب. نعم صار لنا تقريبا أربع سنوات. اي صار أربع سنوات. وكل الوقت يقول لنا طلعوا. منو؟ هو نعم الله عليه. اي نعم الله عليه ويجزي الف خير وبيض الله وجهه ورحمات لوالدته ورحمات الاخوه، وهذا فضل من عنده. هو جابنا وحطانا بهذا المكان. الله يوفقك. وما قصر. الله يوفقك. نعم الله عليه جزاه ألف خير.
أربع سنوات هنا. أربع سنوات. أي هذا مكان بعد دار احنا ولا منه. كهربائك من عنده. الكهرباء والسحب والماي كله من عنده. أي أحكيها الله فوق الرأس. ليش أكذب على رب العالمين؟ لا هذا كله خيرات رب العالمين ومن عنده هذا الني وما قصر. بالوقت الحالي شلون عايشين؟ يعني عايشين مثل ما قلت لك أهل الخير ما مقصرين من عندنا. يجون لا شغل لا عمل لا راتب. لا ماكو. أهل الخير ما مقصرين يجيبون المقسوم. هاي المبردة شايفها هم جابوها إن ناس وهاي المجمدة هو جابها. هو نفسي تعب البيت هاي المجمدة. وهاي الثلاجة ها هو هم واخوه جابوها. واحد الله فوق الراس واحد يشيها بالحق. الحق هو نور الوجه. هاي الفترة هاي الفترة نعم بين أكل خبز والله الأكل والخبز الناس تودي لنا يعطيك صراحة تجيب لنا دجاجة تجيب لنا سميكة ها تجيب لنا الحمى. لا صار وقت الضحايا لا يبون لحم يبون سمك الغصد المهم ما مقصرين ونعم الله عليهم وجزاهم ألف خير وهذا فضل من الله ومن الطيبين. من هالناس ها. أنا علاجي كل شهر أخذه. أنا اسم الله عليكم بعيد الشر عنكم داخلتكم على علي كلياتي. واحدة منهم تعبانة عايشة بس على كل واحدة. زين. إيه. وكل شهر أخذ عليها علاج. هاي العلاجات. إيه. يصير العلاج وكاتب 75 يصير ب50. يا هل يجينا مثل وجوهكم الطيبة. أش أقولهم أنا مريضة وما عدي لا ولد لي عيني ابني ولا ابني. لا والله يما لا وليد ولا ابني. هاي سنوات. إيه والله هاي سنين. لذلك مغايب وبغايب. إيه والله قالوا أنا بغايب ومغايب. يا هلي يجي اشرح له الموضوع اعطيه الوصفه مالت العلاج يجيب لي اياها. اي يعني بارك الله هذا الولد دائما يجيب لي الوصفه. بارك الله بابنك. اي والله يا ابن نروح للزياره نقول لهم يا بريد نروح ايش. اي انا دائما اروح الموسى بن جحفر قريب عليك. اي والله يم يشيلون كروه ويطون ملابسنا هاي كلها من الناس. اي والله من ضمنهم هذا الولد يجيب لنا دائما. طبخك اكلك وضعك هنا؟ طبخ ما احنا ما عندنا طبخ يا ابني اطبخ هنا بالحديقه. بالحديقه اي هذا اللي يجيب لنا كرش وكلاشي. اي هي مطبخ ويا حمام اشكال مو اشكال بيها ابني ما يقصرون يمه ويانا سنتي يودون دجاجه يودون لنا اللحيمه يمه يجيبون لنا وكات مسواق ما يقصرون ويانا يا ابني. زين وبيش حيل تطبخين تخبزين؟ لا والله مالي الخبز. لو بغايب ما يقصر. لا والله انا بالطبخ مالت المرق انا اسوي بس التمن ما اعرف له. التمن؟ بس التمن ما اعرف له. كل شيء اعرف اقلي سمك اطبخ دجاج اطبخ لحم هذان شغلاتي مستعد بهن. من جيت بالجيش سابقا بزمان ذاك المحروق الله يحرقه صدام حسين كنا نطبخ. اي صراحة ما تعبانة. أنا يوم اليوم عملت شوي خلينا نغير شوي. ما يخالف يا روحي. قلت له ما دام وليدنا طعنا 10 حج روح جيب لنا سمتي. اليوم. راح جاب لنا سمتي. قلت له حجي تاخذها لنا تشويها وأنا راح أركب لنا عليها شوية تمن. وين شواها؟ شواها يوم بهذه الفرن هنا. حطها بصينية وشواها. لا التمن انا سويته. اي والله لا ما اعرف التمن غسلت التمن ما اعرف اطبخه بس مالت المرق اي مستعد انا اطبخ حتى لو تصير صفريه كبيره اطبخ جيت مستعد بها هالشغله والله العظيم بس مالت التمن ما اعرف اسوي شوربه شلون شوربه الترتيبه حتى سيد ضحك علي اي بالطبخه مالت التمن الغسل المهم شنو تريد مستعد اسويها ما بيها غلط جاني بوتيتايات اي ولدي الحلال يا ابن ما شاهدنا وتابعنا هم يقول مثلا اقرباءكم انا قربائي الحج ما عد اقرباء اي واحد يحكيها مالت الله يا انا عد اخوي عبور الشارع بس واحد بالمدينه حالته كلش تعبانه يدري بها سيد مسلم قاعد بلا جار عماله يوم يشتغل بعشرة ايام يقعد اي يعني كلش تعبانه خش من عندي وهسه ابو البيت قايل له اطلع اريد البيت مالي
وهسه هالحايرينهم. اي والله ما بنفس الوضع والله العظيم. لا صار. انا لو استاهده هو شويه حالته زينه كان رحت علي، بس استاهده اخس من عند الله. اي والله يا ابني. زين. ها. تقاعد ما تقاعد؟ لا والله ما عدنا يما هاي الفتره غير رحنا. ها هو ما طلعت بصمته عمك. الرعايه؟ مال الرعايه. اكو رعايه لو ما عنده رعايه؟ لا ما عندنا ما طلعت. كملت الاوراق؟ ها؟ قال له روح على البصمات، رحت على البصمات، طلع ماكو. قال لي عمي روح بعد ما عندك بصمات، تبع شنو؟ عندك ولد؟ قلت له ما عندي، ماكو. ابد. والله العظيم. قيصر. انا رحت بصمت طلعت بصمتي. لا والله بعتي بعد ما ادري يقولون على شعار ثاني مثل شو يسمونه. اي هو هم قالوا اي بعد سنوات وهذا اي يا اي يا ولا يا ابني ولا الرحم ما يقصرون يما ويانا اي بعد قلبي فدوا هواية يما ما السحارة هاي يومية هيك اي والله يما كان وين نروح يما شو اسوي يما ما تقول لي شو اسوي اي يا 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 تموت يما خصم تطفل وبالليل البكش يقوم علينا يما من الحديقة ها شو نسوي يا ابن؟ نطلب المساعدة من عندكم يما ومن أهل الرحام. اي والله يا ابني على هاي القويعة ابني يا الرجال انعم الله عليه وخلف الله عليه يما هم يريد مكانه. اي 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 والله بس يريد يفرغ اي يريد يقول انا هم عند جهال بنفسه اقعد بالحديقة وزوج تبعتي شابة هم الرجال يستحي يجيب برته هنا احنا نحتاج منكم يما وفدوى العين ومن الطيبين ومن اهل الرحام يما يدبرون هذا البكين ويبنون غرفه ومطبخ خريف اكو مكان يعني اي اكو مكان هم بنفس الجذر هم بنفس الجذر اعطونا اياها بس محتاجين بس الفلوس اللي نبيها هم قالوا يكلفكم 4 ملايين 4 ملايين 4 ملايين ايش تبيكم عود الأربع ملايين تبني غرفة وكرموا اللي يسمعون 20 كرامة قالوا أبو حمام ومطبخ أيوة أي نفس الجزرة هاي يما 4 ملايين أي قالوا وتكلم حسبوا يما كله قالوا تكلف كم 4 ملايين أي زين هاي الأربع ملايين ها. أكو ناس هسه بادرت بها جمعة ما جمعة حتى الناس اللي تشاهدنا ويشوفونا أي والله اللي هم دعوة أي والله يا يما تساعدون تساهمون ان شاء الله موجودين فدوى روح لكم ويكثر خيركم ويستر عليكم شخصيا يعني باسمي اللي اي واحد يريد يساهم يريد يتبرع بامكانه يخابرني باي مكان انا اجيب سيارتي ايش قد يخصص مبلغ ايش قد يريد يتبرع وبالتالي فرصه اليوم ونعم الله عليهم والله يطول عمر الطيبين ويكثر خيرهم الله يستر عليهم ويساعدونا بس نبني لنا ام كين نقعد هي 6 ملايين مو هواي وبالتالي يعني ما شاء الله احنا هسه اذا اناشد بس اصدقائي جماعتي اهند بالمدينه الموجودين اعتقد مبلغ 6 ملايين مو ذاك المبلغ وممكن انه الناس جامعه من يم من هذا المبلغ جامعه منه فلوس فبالتالي انه دعوه او دعوه تحدي هم خلنا اسويها 10 5 15 20 25 ايش قد ما تقدرون تتبرعون موجودين وانا شخصيا موجودين والمنطقه مو بعيده قطع 42 بالجزره الوسطيه يم سوق التكاتك والدراجات بالجزره الوسطيه بين 45 وبين 42 متواصلين وياكم خليكم بالتفصيل فقلت له ايه ما دام انت تحسي كاني ما اريدك فطلقني طبعا تعبير الخيانه الزوجيه لم يرد في قانون الاحوال الشخصيه كما لم يرد في نصوص قانونيه اخرى قلت له ما عندك دليل وما عندك شيء صرنا هذا كله عندنا عادي وكلها عادي لحد الاخير هي عادي
بدأت تدفع مثل ما شفتي مرارة هذا الشيء. هو إن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب النفقة المؤقتة لها ولأولادها خلال نظر الدعوة. علينا جميعا أن نعترف أن الأسرة لم تعد هي المصدر الوحيد للتنشئة الاجتماعية. وأنا ندمت يعني على الطلاق منه، لأنه هساني وضعي ويا أهلي ما مرتاح. برنامجنا هذا راح نشوفه الفيس، اما الانستغرام الحباب اللطيف راح نشوف اعلى مشاهدات في اليوتيوب، الفيسبوك ايش بي ما بي البلاب وليش غردوا، كل هذا واكثر راح تشوفوه برنامجنا الوسم. المكبول شو فيك من عندك؟ شو فينا عندنا؟ بس تعيين والتعيين التعيين التعيين. تعال حبيبة مبروك محمد فاز بالبلنس. أنا كمواطن حاليا أريد أوفر مستقبل لأولادي. يوم إن شاء الله أشوف نفسك بأحد الدوائر وأنت جنتك وكشكة الأرض. تعال نتجلى الدجاج وين الكباب؟ ما شاء الله سيدك الأكل طيب. احنا جينا نوصل صوتك للناس اللي قاعد يشاهدوننا اللي هم كل احنا ما شاء الله يوصل مو بس صوت الشعب يستحقون كل الحب والتقدير يا مال. مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم، وطبعا فقط للملاحظة يعني المبلغ كان 4 ملايين مو 6 ملايين، فبالتالي يعني هي 4 ملايين ما أعتقد مبلغ صعب جدا يعني على الخيرين الموجودين، حتى لو على ألف ألف نقدر نلم هذا المبلغ ونقعد العائلة بمكان يليق بهم، وبالتالي هي 4 ملايين حتى إذا ألف 5 10 20 بإمكان أي واحد يقدر يتبرع، يعني مو بعيد عليه يقدر يتواصل وياي وين ما كان مكانه اقدر اوصل له، وبامكانه اصلا نلم التبرعات ونقعد العائله بمكان يليق بهم. انا بس بدايه خل ابدا وياك سيد مسلم، شلونك حبيبي؟ استاذ علي الله يسلمك، الله يديك، شلونك انت؟ الحمد لله الله يسلمك. انت اولا يعني انا اشكرك لان دليتنا على هاي العائله. بس خل اعرف شلون تعرفت على هاي العائله. بخصوص هاي العائله هم ناس شفت وضعيتهم، ناس من اهل الله. جيت هنا الولد صديقي محمود، فشفت الحجيه والحج طلع اي، فسالته قلت له شو قاعدين هنا؟ قال لي، قلت له خطيه شمس بالحار بالشتاء بارده، يعني شلون قاعدين في غرفه وبالشارع اي، فقال لي خطيه حالتهم تعبانه وهاي. فعندي انا اصدقائي وجماعتي وناس هاي الطيبه كل شهر الم من العالم، الشخص مثلا ينطي 5000 ينطي 1000 ينطي 10 الم من هاي كل شهر، مثلا اتصل بالعالم افتر عليهم اخذهن واجيب المقسوم هم من الحج والحجيه. هاي على مدار ايش قد صار لك وياهم؟ يعني حدود السنتين تقريبا. سنتين، هاي السنتين تعرفت عليهم يعني. ايه.
جاي شلون مثلا تساعدهم بيا طريقه؟ انا اللي ادري بيك واللي اعرفه يجوز تخاف ما تريد تحكيها. انا خلي احكيها. يعني مسلم طبعا جيراني وصديقي يعني بالمنطقه، واللي ادري بيك انه ما تقصر وهيك ناس، وعندك ان شاء الله ما تقصر، عندك اصدقائك بامكانك انه كل شهر تلم وتجمع لهم. صح صح اي صح. بس الى متى مثلا يبقى هذا الموضوع؟ يعني لحد ما تفرج عليهم خطيه، هم ناس بسيطه وفقره وما بيهم اذيه على شخص، هم تعرف شفت حالتهم انت. اي شوف شو وقت الله مثلا يفتح عليهم الناس هاي العالم الخيره بين ساعتهم الساهم وياهم، هم خطأ يعني يردون يبنون مبلغ بسيط هو. اي اعتقد ممكن من قطاع واحد نطلع هذا. صحيح اي صح صح لو مو صح. صحيح وناسنا ما شاء الله بيهم الخير والبركه. ان شاء الله ما يقصرون. ان شاء الله ما يقصرون. وان شاء الله ابو غايب احنا اليوم هم جايينك بحد مشرف الله يسلمك. يعني احنا اليوم نعم. الناس صح نعم. يعني بيهم البركه تبرعوا ويتبرعون والنعم منه. بس احنا اليوم اصلا بدك تشتغل. نعم يعني مو فقط لا ان شاء الله حيل الله تطلع على مقترحك احنا نعم. يعني راح نساعدك بهذا الموضوع. نشرف. موضوع الكشك مال الجقاير زين نشرف يا وجه الخير. بس يمكن اللي شاهدنا من نعم. المشاهدين نعم. يعني انا خلي اكون صريح وياك يجوز نعم. المشاهد هسه هم فد تراوب باله فد نعم نعم طريقة حل او طريقة كذا. احنا حتى ما يفوت المشاهد نعم. ممكن انه موضوع دار المسنين ما يفيدكم؟ لا ما يفيد. ما يفيد. الجيشين هو دار المسنين اذا صار اهلها ياخذوهنا من عندي. ياخذوهنا هاي بداية الاولى. ومن صرت واختلقت خلنا خدمك يا طيب. من صرت واختلقت ما داخل لا جدي ولا ابوي ولا عمي ولا خالي داخل بهاي الشغلة. الجيشين هو لا كبر واخذت راح الدنيا بعد انتهى هذا. ما دخل مال تمشيني لا صعبة. وتحرج هاي الاحكام. صعبة صعبة. نطلب لا والله يا ابني هي صح صعبة نعم يوم. صحيح اطلب من الطيبين يا ابني لا ان شاء الله بهم الخير والبركة هاي واحنا اليوم اكو حلول من الحمد لله والشكر بعد يعني اكو حلول فدوى اروح لك يما الله يسلمك الله يوفقكم ويستر عليكم وعلى كل طيب يساعدنا والله يعطيكم الستر والعافية يا ابني ولكم بيها اجر وحسن الله يخليك تكملوا لنا هذا المبلغ ونبني لنا هنا غرفة وحمام ان شاء الله والله العظيم انا على يقين انه هذا المبلغ بسيط وحتى المشاهدين نفس يمكن الناس جاي الله شاهدنا الله يستر عليهم ويكثر انا خيرهم. على يقين انه هواي ناس راح تساعد اي والله يا يمه واحنا ناس كبار بهوان مريضه يا ابني والحج هم تعبان الله وكيلك السالفه هاي صار اربع خمس سنوات اروح مشاي من جسر مال المسيب الكربلاء تروح مشي اروح مشي وحق هو ابا عبد الله بس خلي اقلك تروح وياي مرتين مشيت وبعدين ما اقدر امشي انا لحالي انزل وين الجسر مال المسيب يصير تقريبا مثل الشارع هذا ها ها انزل قلت له ناجي قال لي مو ليش نازل انت غير كربت قلت انت ما تكبيه انا اعطيتك فلوس لو لا اعطيتك العشر دنانير لو لا 10000 قصدي ها المهم ذبني هنا نزلت ها مشيت من جوا الجسر هاي المشايه تمشي من جوا الجسر ووصل اوصل ها اوصل تقريبا الساعه المغرب تقريبا الساعه ويا الصلاه اطبن كربلاء عاشتين ام غايب يمكن ابو غايب يموت عليك حتى بالزياره ياخذك وياه ايش عشنو تستحي تستحي لا شلون اعوفها اعوفها لا ما يصير ما عندي غيرها الله يحفظها بس الله وهي الله يحفظها وحق الزهراء يحفظها لك الله يطول عمرك ويحفظك ويحمي كل انسان ويحفظك يا ابو غايب يا بعد قلبي الله يخليك يعني كل شبابك الله يسلمك يما ويجعل خطواكم يا يما خير وسلام الله يخليك حجي الله يخليك قاعدونا بنتي نرتاح يعني انا ما الصراحه اعيد مناشدتي وايضا هي دعوه تحدي كل زملائنا كل مشاهدينا اللي يشاهدون اللي يباوعون برنامج ايام الناس والله العظيم مبلغ الاربع ملايين مبلغ بسيط وانا على يقين انه راح تساهمون وراح تبادرون وهي مالات الله ماكو احلى منها يعني اليوم الخمسه والعشره ما تعطيها مالها قيمه بالنسبه لك بس ما تعرف شنو قيمتها العائله ابو غايب وام غايب اللي محتاجين انه يبنون غرفه فقط بالجزره الوسطيه اللي تكلف 4 ملايين فبالتالي انا من خلال برنامج ايام الناس ادعو كل مشاهدينه ادعو كل اصدقائي اللي موجودين مبلغ 4 ملايين شقد ما تقدر تساهم به عسى ما 1500 دينار 1500 10000 انا بامكاني اجي واجمعهن منكم خافوا تقولون انه بعيد وما نقدر نوصل لا انا ان شاء الله موجود وحاضر
وحتى نساهم بواقع يعني ننقل حال مغايب وابو غايب الغير حال ان شاء الله ونبني لهم بيت. متواصلين وياكم وابو غايب وانا وياك نروح هسه ومسلم نتمشى نشوف مشروعك الجديد. نعم نعم بك الخير والبركه. وانت من البركه. الله يخليك. انت من البركه. الله يخليك. وجوكم كلها خير وبركه. فدوى الوجه. وهاي كلها فضل الله اولا. لا فضل وشيء مسلم. فضل رب العالمين. هو فضل الله سبحانه عز وجل. وشيء مسلم جاب هالوجوه الطيبه. لا احنا بخدمتكم. جاب هالوجوه الطيبه بهم البركه. والله واحنا اذا ما صورتكم انتم يا وجل صوتكم. يا وجل صوت من مثل. يا وجل خير. منو يستاهل؟ أنا القصود هذا موت. الله يسلمك. يعطيكم العافية. الله يخليك يوم. يا وجه الخير. نعم مشاهدينا الكرام. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم مشاهدينا الكرام. متواصلين وياكم خليكم. واصلين وياكم مثل ما تشوفون يعني احنا حجينا ولا بالبدايه الله يسعدك. اهلا وسهلا وكل الهلا. الله يسلمك. يمكن انتم ابناء هاي المنطقه. نعم. وتعرفون بوضع العائله. نعم. تعرفون بوضع العائله. كل غايب نعرفها ونعرف هذا بغايب رجل فقير ويرجي المساعده من الناس الطيبين وان شاء الله الناس بيها همه وبيها كفايه ساعد هذا الانسان الواقع اللي معنا. وبيكم الخير والبركه. والبركه بكم ان شاء الله ومشكورين على لقائكم واشتراككم بهذا الموضوع الطيب. بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك استاذ علي. شلون الصحه؟ شلون اخبارك؟ الله يسلمك. يعني احنا خلينا نقول ولد المدينه بهم الخير والبركه. اولا ولد عشاير واهل النخوه صح لو مو صح؟ فبالتالي اليوم مثل مبلغ البناء 4 ملايين او موضوع البسطيه هذا خفيفات على اهل المدينه. كلش بسيط، مساهمة جدا بسيطة من أي شاب بالمدينة ممكن يتبرع بالأقل مصروفه اليومي لهذا الرجل الفقير والموضوع يصير جدا بسيط. 4 ملايين جدا بسيط. أنا قلتها قبل شوية، قلت أنه بإمكاننا على سما ألف ألف بالقطاع نلم المبلغ. كلش الموضوع بالبداية الرجل أكو ناس متفضلين عليه قبل ما الناس البركة. صح. تساهم. صح. والناس ما يقصرون. صح. واني متاكد اذا ترجع تفتح الموضوع راح يقول لك انا ما احتاج اي احد يتبرع له. سولفت ممكن اتبرع له باكثر من هذا المبلغ. واحنا نريد زياده الخير خير. زياده الخير خير. فاحنا جاهزين باي وقت باي وقت اذا حضرتك تبنيت الموضوع او اي احد يتبنى الموضوع. انا ما اريد اتبنى الموضوع واتصدر المشهد ولا اريد كذا، لكن احنا بالتالي موضوع خير نريد نساهم به نسعى به اي واحد بامكان. برنامجك متفضل اكثر من مره شاهدنا لك مقاطع وحلقات تطلع وتسلط الضوء على فقرات الناس اصلا ناسيتها. اكو ناس تجي تتفاخر بهذا الشيء، انت من هذا الجانب واحنا جدا ممنونين لك. اذا مو صوت هاي الناس نقله قابل ننقل صوت منه. والله يعني هم هذول اللي ممكن ننقل صوت. هاي الناس بها خير وبركه علي. الله الله وكيلك. هاي الناس الوجهاء والناس الطيبين والخيرين وما يقصرون ان شاء الله لهذا الانسان اللي ظروفه صعبه عليه. هساني قدام الحجي انتم شباب جاي تسمعوننا. اذا فتحنا موضوع جقاير بسطيه جقاير كلكم تشترون منه. هذا وعد نساهم وياه. هذا مشروع خيري. احنا اول مره نرحب بكم وقناتكم الكريمه وانت مشكور على هذا البرنامج وعلى هاي الوادم اللي تسعي. هذا الزلمه مستحق. انت واني وهاي الشباب كنا نساهم وياه. ومثل ما تفضل ابو حسين يقول لك انا اطلب الازيد لان هذا الزلمه مستحق. صح. وهذول شوفهم كلهم بهم خير وبركه. اي والله وهذا مستحق الزلمه. واذا اجى هنا وسوى له مصدر رزق هاي من الزينات. حسان خلي اسوي دعايه المشروع ما يخالف. مشروع جقاير هنا بسطيه مال جقاير. احنا مستعدين. ما اريدكم ما تدخنون النار عادي. هو اليوم يعني ما يدخن على هذا الوضع التعبان. رحمه الوالدي. شنو بالله الجقاير اللي تمشي هنا عندكم؟ كل الجقاير خلي يجيبها تمشي. كل الجقاير. كل اللي يجيب وانت مشكور بعد رصيد هم يبيع تحج مبين تخابر هواي نخابر هواي الله يعزك. فالرصيد بعد تشتري منه؟ اي رصيد منك. تعال منين نشتري؟ من هذا اشتري. مو بس رصيد ومي وسجاير كل هذن وكل والله. انا هم حتى لا يفوت انه اوجه شكري لابو حيدر صاحب المطعم. احنا بعد ما استاذنا من ابو حيدر ابو المطعم
كيف بالموضوع، قال يجي واني ستر وغطى الى هنا. هذا اللي من الصالحات ان شاء الله ومن الطيبات، وانتم ان شاء الله من اهل الخير وساعين به ان شاء الله، وبارك الله بجهودكم الطيبه والخيره ومشكورين عليها. الكرام متواصلين معكم، وارجع واقول البركه بهاي الناس الموجودين هنا، البركه بالخيرين، ابناء المدينه ما شاء الله معروف عليهم، يعني سبق وان هواي مواقف مشهوده لهم، فبالتالي هيك موضوع يعني بسيط عليهم جدا. متواصلين معكم، خليكم. بعد قلب اخوي حياك الله. انا اللي عرفته انت واهلك بكم الخير والبركه. الله يسلمك على طيبتك. ماخذين على عاتقكم موضوع انه تقدرون تبنون، والمبلغ 4 ملايين. شيء اكيد 4 ملايين يكلف. احكي لي بعض التفاصيل. هذا الحجي قبالك هنا قاعد في البنايه. في البنايه يردوها الجماعه. مفضلين وبارك الله بهم. الله عليهم وجزاهم الله خير الجزاء، صار بخمس سنين ست سنين قاعدين. فما راح يقعدوه ذيك البنايه مالتنا الحديقه. جبنا يبنينا غرفة بتكرم حمام وتواليت ومطبخ، فالمصاريف تكلف بأربع ملايين، وإحنا بعدنا نص المبلغ ما نامين. نامين مبلغ؟ نامين إحنا، بس يعني بعد مبلغ ما يكفي. تردون تبرعات من الناس؟ شيء أكيد من الناس، هل يشوف حال الزلمة هذا؟ تبرعات حتى نكمل البناية. زين، أنتم ضامنين أنه بالجزرة الوسطية؟ بن أمانة بغداد ماخذين تطمينات ماخذين كذا، واحنا نعرف مرات حكومتنا هم الله يخليها ما لها صاحب. احنا خاف نبنيها والامانه تفلشها. اكو تضمينات تعهدات؟ لا والله ليش تكذب عليك، يعني راح مجرد تبنون نبنيها الى الله بعد نسويها احنا. الله ان شاء الله هم يباعد ان شاء الله. بس الدعوه اريدها منك للناس اللي تساعد الناس الخير جزاء المحسنين، شوف حال هذا الزلمه وتتفرع عليه بالفلوس، واحنا ان شاء الله ما نقصر وياه ان شاء الله، وانت بيك البركه. واجب وغصب ما عليه. خلف الله عليك. والله العظيم. حياك الله. زين. الله يديك. بعد قلب اخوي. ويوفقكم الله يديك. ان شاء الله باقرب وقت. ان شاء الله بعد والتجمع والمبلغ وموضوع البناء اي تبرعات كذا بامكانكم، حتى اذا وصلتوا لي انا شخصيا اسلم المهدي. لان هم ماخذين. دليل بقطة 45 بشارع 60 يم بيت حجي طابور، واحنا ان شاء الله ما نقصر يا حجي. وبالخدمة. حجي فرجة نقدر نقول. عمي هم البركة بيت حجي طابور بيت حجي حسن، ها الله يطول عمر الوالد، ها الله يطول عمره ورحمات لأبوه وجده حجي طابور، هم البركة من عندهم هو عمامه، هم اللي قاموا بالواجب وفضل من الله أولا ومن عندهم، ونعم الله على هذا الزلمة خلانا 4 سنوات، نعم الله عليه وجزاء ألف خير ورحمات الأمة، ها ما قصر الرجال وسوى فضل علينا. أو المهم تريد مكانها وجزاء ألف خير، الناس قالوا احنا دادين صدرنا لك ولم ونبني لك مكين بهذا المكان حجرة، وخلي التوالي ذاك اسمه المطبخ التواليت، ها نخلي هسه المطبخ بس التواليت والغسل بعد احنا واحد بان وبان، ها ونعم الله عليهم وجزاهم ألف خير، وهذا فضل من الله ومن عجب. طيب الحمد لله والشكر، انا يمكن هاي الحلقه اول مره القى بها حل سريع، والخيرين موجودين واليوم كلها دقه صدرهم والموضوع ان شاء الله. وعليكم وجزاكم الف خير، والله يستر عليكم، الله يوفقكم بجاه الحسن والحسين، وكل من يساهم ويساعدنا الف الف نعم الله عليه. وهاي الفزعه أيوة والله العظيم حلوه، يعني هاي اليوم نشوف الناس والشباب كلها دقه صدرها وناس فزعت بالموضوع. شي ناس كبار يا ابني، ولا عندنا وليد ولا بنيه ولا رويتب، وما قصروا يمه. والنعم والنعم ما قص كله يمه، وداحتك انت يمه من سلم عليهم وقالوا هلا يمه هلا بيك يمه. تكون ان شاء الله والنعم يا وجه البركه. لا حاسب وحق الحسين حاسب نفس امي والحج نفس ابوي من نفس ابوي. الوالد والوالد رحم الله ما تقولون لا مغايب ولا تقول لا طول عمرهم ان شاء ولا الله ولا تقول ما عنده ولد. لا كلها ولد اولادي والشرف بيهم كلها ولد. الشرف بكل انسان بقلبه رحمه، الشرف بكل انسان اللي يسعي للناس بهاي الشده.
علاقة حب وين الحج قديم؟ لا يبا منين؟ منين؟ ما أموت عليها. الله بالخير، الله بالخير، الله الشاهد. ها هي أهلها ببغداد وأنا أهلي بالبصرة. شلون سويت؟ خصمة الله أخذت بنت أخوها أختها بالبصرة ها وابن عمها بالبصرة أخذت بنت أختها لابن أخوي وأخذنا الثاني هم لابن أخوي. أنت شفتها بالعريس جابس بالعريس؟ ثاني وقت صارت وصفوا لي وجينا أنا وابن عمها وخطبناها. ما جاب العريس جابس؟ لا ما شاف. ما جابس؟ لا شافها. إيه هاي اللي أقول لك عليها ابن عمها أجا وياي وخطبتها من أهلها. شلون جبتها بالزفه؟ بعدها من هناك جيت لهنا؟ اي لا اخذتها من هناك بسياره وهناك صار العرس. اقول لك تحبها؟ ايه سياره من هناك اخذتها من هناك بسياره وهناك صار العرس ونعمه فضيله والله ما قصر فضل من الله وجوهها طيبه يا وجه الخير. شرب شاي؟ اي والله على شاي شاي ما تعرف على شاي تعرف لو ما تعرف عشاكم على شاي انا ها يقول بس التمن ما اعرف اعرف التمن انا قايل لهم التمن ما اعرف اطبخه مرقه اعرف لي اي والله العظيم المرقه اطبخها لحم دجاج سمك بس ما التمن ابدا كل شيء ما اعرف نشرب شاي ان شاء الله العصر طيب يلا نشرب شاي الكرام قبل ختام حلقتنا لهذا اليوم بالتالي احنا ساهمنا وقدرنا بالجهود وبركة الخيرين ولو تقديم شيء بسيط يعني قدرنا انه نوعا ما نساعد ونساهم لكن بالتالي ايضا الموضوع مو فقط بس اول هدى وانتهى الموضوع احنا نتمنى انه بجهود وبركة الخيرين وابناء المنطقة وحتى الناس المشاهدين انه موضوع مغالب وابو غالب يعني على أقل تقدير هذول الناس مستحقين وممكن أنه صدقات جارية لكم ثواب الغيرها وما شابه ذلك فبالتالي العائلة بالجزر الوسطية حاليا هذا مقرهم ومكانهم اللي ساكنين به بالجزر الوسطية مال 42 و45 في مدينة الصدر ختاما تقبلوا تحيات وتحيات قادر عمل برنامج أمام الناس إلى اللقاء.